السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم بغيت نشارككم كيفاش كنقضي وكنوجد مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك. وبهذا المناسبة اسمحوا لي وبهذه المناسبة كان نقول لكم رمضان كريم وتصوموا وتعاودوا. كما شفتوا في بداية الفيديو خديت البيض وكنسلقه، ودابا كنوجد القطبان ديال الدجاج بالطريقة الأفغانية. كنقطع القزبر طري وكنقطعو مزيان، وكناخد 4 حتى 5 الفصوص ديال الثوم، حتى هما كنضغط عليهم بالموس وكنحيد لهم القشرة وكنقطعهم حتى هما مزيان، وغادي نضيفهم على القزبر. ومن بعد ذلك غادي نضيف لهاد القزبر والثوم الطريفات ديال الدجاج من جهه الصدر، مقطعهم مربعات او مكعبات، وغادي نضيفوا التوابل اللي عندي فيديو بعنوان التوابل التي استعملها في المطبخ، او يعني العطريه اللي كنستعمل في البيت او في المطبخ فاش كنطيب، مقدار ديال معلقه او جوج معالق. وهذا النوع ديال الدجاج، خاص بالدجاج، شويه ديال الملح على حساب الذوق، وكذلك جوج معالق ديال الكبار ديال الخل، ويمكن تعوضيهم باليوغورت الطبيعي البلين، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون او الزيت العاديه. وغادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها مزيان، وغادي نغطيوها وندخلوها للثلاجه حتى يقرب الاذان ديال المغرب قبل بشي نفس الساعة، وعاد غادي نطيبو. من بعد ما صغبنا القطبان وخليناهم يرتاحوا في الثلاجة، غادي ندوزو باش نصغبو الشوربة او السوب عادية. اليوم قررت انني نصغب شوربة ديال الشوفان، طريقة جد سهلة ما كتستغرقش بزاف الوقت. في اناء وضعت او طنجره عاديه وضعت 2 حتى 3 الكيسان ديال الماء، زدت لهم معلقه ديال زيت العود او زيت الزيتون والقليل من الملح، وكذلك شويه ديال النافع مطحون وشويه ديال الزعتر. وغادي نضيف لهم كوب ديال الشوفان او الاوت ميل، وغادي نخليه يغلى، نحركو نخليه يغلى شي شويه. ومن بعد 10 دقائق غادي نضيف له كوب من الحليب ونخليه يطيب لمده 5 دقائق، وهاويه الشوربه ديالنا واجده وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان الجزء الاول اللي يكون عجبكم، وغادي نلقاكم ان شاء الله باش نكملوا الجزء الثاني من مائده الافطار في رمضان.